Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Akif Fazak for Underground News, and we're here in the countryside of Aleppo in one of the fronts to speak to one of the people who is guarding the fronts here. His name is Abu Malik. Abu Malik, awwal bidi qul lak assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tamam, ليش انت هون؟ يعني ليش انت ترابط؟ نحن مرابطين هنا لأجل سد ثغور ونمنع العدوان الروسي والإيراني والميليشيات الطائفي عن التقدم على مدينة إدلب والدفاع عن أراضنا وعن أنفسنا. طبعا لأن أيادي الغدر تمد ولا يوجد أي دولي ضامني لحماية هذه المنطقة هنا، فنحن نحمي هذه المنطقة بأنفسنا. تمام، أنت يعني أنت تجاهد من بداية الثورة ولا كان أنت مدني؟ أنا كنت مدني عامل زراعة يعني، وطلعنا يعني مثل بدأنا بثورة لأجل حقوقنا يعني، فلمدة سنتين نحن الله أكبر مظاهرات ما في ناتج، فاضطرينا استخدام السلاح لأجل حماية أراضنا لأن سيستخدم معنا العنف والقمع والقصف، فبدأنا استخدام السلاح وبإذن الله نحن لا نكسر الإرادة وماضون في ثورتنا. تمام، أنت هون في جبهات ولكن في ناس برا سوريا في أستانة هم يفعل اجتماعات وهيك، شو رأيك عن هدول هدنة واجتماعات هيك؟ أستانة لا يعني لحد الآن ما نفعتنا نحن بشيء، هي بس كسر لإرادتنا أستانة، يعني هي باعتبارا أنه توقفت أستانة هي راح تكسر لنا إرادتنا بأنه نحن نتابع في البلد، لازم نحن أنه نحرر كل البلد، بس أستانة هي مثل مشروع فشل على الأرض، هو ربما نجح سياسيا ونجح لغير دولي، يعني هلا بأستانة النظام صار ياخذ منطقة وراء منطقة، يعني مثلا اتفاقيات في الغوطة، سقطة الغوطة، ريف حمص الشمالي سقط، يعني وصار في مناطق كثير تسقط منطقة وراء منطقة. تمام، الآن اليوم يعني وبارها في قصف كثيرة لا ترعى، نعم، وهل عندك أي رسالة للناس في درعا؟ نعم، نقول لهم من هنا من إدلب من أرض الرباط اثبتوا ولا تعتمدوا على أي دولة أخرى، فإن روسيا وإيران وغيرها هي الذي بدأت العمل على إخواننا في درعا، وبعد درعا وما بعد درعا سوف تأتي إلى إدلب، لأن لا يوجد أي دولة ضامن لأمان هذه المنطقة، إن الأردن كانت دولة ضامنة لخفض التصعيد في درعا والآن رفعت يدها وقالت نحن ليس لنا أي علاقة في هذا الذي يجري، وسوف تسقط منطقة بعد منطقة إن لم نقف الآن ونمنع هذا الشيء والتوتر الذي يحصل ونعتمد على أنفسنا، لأن بالنهاية أي دولة راح تكون وراء مصلحتها. تمام. الآن أنت في الجبهات، هل عندك أي رسالة للناس يشاهد مسلم وغيرهم؟ نعم، اعلموا جميعا عوام المسلمين نحن هنا في ثغور، وأتت ميليشيات من جميع أنحاء العالم لقتالنا، منهم حزب الله ومنهم إيران من الأفغان وروسيا وداعميهم، نحن بإذن الله هنا صامدون باقون، الموت أهون من كسر إرادتنا، نحن قمنا في هذه الثورة لتحقيق ما نريده ولتحرير بلادنا، ليس فقط التوقف هو تحرير بلادنا، لا، هذا كسر إرادة التوقف، نحن نريد تحرير البلاد وبإذن الله ثائرون ولن يأخذوا شبرا من هنا إلا على أرواحنا وأجسادنا في إذن الله. تمام، جزاك الله خير. My name is Akif Fazak from the countryside of Aleppo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.